إلى الإدارة الآن تشهد عدة بلديات على المستوى الوطني إطلاق شهادة ميلاد جديدة تحمل الرقم 7 بدلا لتلك القديمة، وذلك بهدف حماية البيانات الشخصية وتطوير الإدارة وتحسين الخدمات في وجه المواطنين. أحمد بوطاف يفصل في هذا الموضوع. هو الشكل الجديد لشهادة الميلاد الذي باشرت مصالح البلديات على المستوى الوطني استصدارها، والتي تحمل رقم 7 بدلا من شهادة الميلاد 12 و 13، حيث ستحمل هذه الشهادة الجديدة كود بار يحمل كافة البيانات الشخصية. تم استحداث رقم جانبي اللي هو الكود بار، اللي يعني يعطي بدقة معلومات حول اللي استخرج الوثيقة، يعني صاحب الوثيقة أولا، ثانيا الموظف اللي خرج، وثانيا رقم خاص بكل يعني صاحب هذه الوثيقة، يعني يكون عنده رقم استدلالي. ثانيا في الشكل مثلا في المعلومات الجانبية تم تغييرها من اليمين إلى أسفل الورقة. هذا وتعريف عدة وثائق إدارية تغييرا كشهادة الزواج والوفاة، وذلك في إطار التخفيف من الوثائق الإدارية والقضاء على البيروقراطية. ابتداء من 6 أبريل وهو يوم أمس كان العمل بالوثائق الجديدة، ولهذا كل البلديات زودت بتطبيقات جديدة لاستخراج هذه الوثائق. نأخذ كمثال شهادة الميدال الأصلية. شهادة الميدال الأصلية المطلوبة من كل القطاعات كانت تسمى حاميم رقم 12، الآن اسمها حاميم رقم 7. وقد استغلت هذه الفرصة لتحسين هذه الوثيقة، لتأمينها أكثر، ولجعل المعلومات واضحة أكثر، كما أخذنا بعين الاعتبار كل الملاحظات اللي كنا نأخذها من عند المواطنين طيلة السنة الماضية. تتواصل محاولات وزارة الداخلية تحسين الخدمة العمومية بوجه المواطنين، في أمل أن تنجح في ذلك بأقرب الآجال.